بدري بدري. تعبت مليت. اسمعوا والله هو شيء لكم التقدير والاحترام ولكم المعزة. والله اني انا ادمي اقدر الشاشة واقدر اللي خلف الشاشة واللي يتعبون على الشاشة، لكن بروح اجيب جوالي والله ما يهمهم لكم، بس بقرا التاج كي ناخذ اسئلة في خاطري. اصير كذا اسوي حركة ذوليك، اقرا من التاج واجاوبكم. سوي عبد العزيز كم كذا عبد العزيز وانا اجاوبكم. ولا والله اني استحي منكم. اي والله ما تجرأ بالعلن، ما اتجرأ بالعلن، ما تجرأ بالخفا مثل بعض الناس يحطون عليك البث يقطعون خصوصيتك. هذيك بالغلط كتاب جاهل. والله انا والله اني اكره دائما ان اكون في الموقف الحرج. تدرون يا اخي وش اكثر شيء متحمس له؟ العيد. الله يلحقني اياها بخير ويلحقكم اياها بخير مع من تحبون. فقرة كذا الظهر ذي الغيبوبة بالجماعية تجي تلقى كل الناس في فينيلو سروال، كل العيال في فينيلو سروال ونايمين. كذا تدخل بيتك وتلقى العصارة على الكنب، وجه طاح على الجنب، والثاني خشمه منكسر، الثاني راسه مدنق راسه تحت. ورشيد عليك السلام، ارحب مرحبا ارحب. اللي غاب عني مرحبا، باللي جاني فقع كبدي، واللي غاب عني تبطيته. الله هلا شلونك؟ هذا سب ولا مدح؟ اخضر. لا والله انت ما يجي فيك الا المدح. الله يطول عمرك ويرحم والديك. كيف الحال؟ كنت اقبلك لمده 28 25 يوم امس وقبله. الصدق والله بصارح ايه ماني بهاضمك. اوف 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 والله اني اتكلم صادق. لحو اليوم راحت ماني بهاضمك. قبلها امورك سليمه من يوم واحد جنت لين قبل يومين. اليوم اللي راحت ماني بقابلك، ما في سبب. الله يجعلنا ان شاء الله من المقبولين. لا لا يعني انا ما ادري ليش ماني بحاضر. اقول جعلهم غير انت اللي ما تقبلني بس. ليه؟ بس اقول ان شاء الله يعني ما في ناس ثانيين. لا صدقني يعني انا ما حسيت بالشعور الا معي اكيد ناس. امان. ولا انت صدق والله محبوب وذا، لكن اليوم اللي راحت احس انك انك اخر مره تدري ضحكتني متى وكنت حابك؟ الفعاليه حقت الجعيد الصبح. ضحكت منها لين ذا، بعدين نظرت قلت ليش اضحك ورشيت فيها؟ احو اجل في عين صايبني. صايبك عين ولا حد يكره ذا الوجه البشوش. عين فيني هذا بشوش؟ او انا ما اكيد. ايوه ان شاء الله ان شاء الله احنا هاقين ان شاء الله بالحق. ورني قلب عينك. ها ابتسم. او انا اهم شيء طيب الخاطر وانا اخوك. اي والله يا اخو انا والله زم على الرجال. والله يا اخوك اني تعبان رجالاتي. حجزت؟ اي لا اي لا. احجز يا ولد. والله بحجز والله ان شاء الله. متى؟ يوم الخميس. انا بمشي ان شاء الله. وين؟ الساعة فيه. الله متى؟ بعد الحفل؟ الاربعاء اول ما ينتهي الحفل من هنا وعلى عفيف سيده. والله تستر عليك. يود اقسم بالله صدق انا ما فضفضت، انا تحت ضغط نفسي. الحفل الختامي بعد كم يوم. والله العظيم يا رشيد ان السناب عندي كلهم اهل عفيف يقول يا ويلك لو ما تجيب الاول. شوف وش بنسوي به. جنت لو مشيناه وسوينا نفسنا مجانين. قلنا ملك ابراهيمات يلا ارحب. قلنا ملك ابراهيمات يلا يلا روح. الحين طيب تعال تعال نبدا بمركب شوف شو بيجي. احو لا لا فكت بس. عبد العزيز الموضوع الموضوع عبد العزيز لا تنسى. ان شاء الله اجيهم بالمركز الاول ان شاء الله باذن الله. انت يا رجال ادلف هنا قم هنا لا تقابلني ولا اقابلك. قم هنا محق رفقه ورفيق. هذا ما هو برفيق انت فعل يا رجال. عاقبني وانا غلطان لي خويته ومشيت معه ورحت معه. اعوذ بالله. تم جميلك. تم جميل فزع يوم فزع علي وعود يعادل انك اخرتني وانك 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 احمد ربك فازع علي في مستشفى بخار. خليه صدرك الحين. سلام سلامات يا ابو صالح. الله يسلمك. بخير. مرحبا. تخيل يا ابو طاحوز. مرحبا. نشدت منكم وقالوا انك تعبان. انا ما شيء بوجهك. لا مره بغير ربو كتمه. صدرك يا ولد. ترى عندي ايوه تغيرت الجو العب فيني. ترى عندي كرت الواحد معطيني يوم هناك دكتور يقول اني عالج الربو عالج حساسيه. منو؟ في عبد الحولي ايش اسمه؟ واحد اللي قال دكتور رسلان اظن توفى الحين ولد اهلي شغال محله. شو اسمه؟ دكتور رسلان. ايش؟ رسلان.
والله ذا اللي عندي عطاني له كرت سعودي جاينا يوم هناك في الفقرة العصر مكتوب الرب والحجازيه وما ادري ويش شغل. انا رحت تعنت الكويت قبل شهر. ها في واحد اللي يبيع له مو بيبيع يوزع الله يجزاه خير عشبه تشمها ويقوم يفتر بك راسك ويدور بك راسك وحاره للجبن فيها وللربو واستخدمها طيب واموري زينه الين جت العجه الاخيره. لا يقولون قبل ثلاث ايام دي اربع ايام جتنا عجته ووقفها مطر. الا من عقبه وانا مندبر. يقولون سهم الضب. ها زهم الضب. لا يقولون دم الضب اشرب. ما قدم حرام شرب. لا زهمه زهمه الزهم شهم يقولون جهم به الجروح وجهم به الركاب بكو. ايه انا والله اني تعبان يا ريجي اركب بي. انا شوف ظني ذا الشرع داني كل شو مسارق بي مستشفيات ويطخن على ذا المرضى الله يشينا ويشينا يشينها قبل العيد حمى يا ريجي. اول مرة هيشوف نفس الادمي كل 20 دقيقة بخار. لو انا حمى ارحم ترى كل 20 دقيقة بخار كل 20 دقيقة بخار. يا ربي يشوي وما يسمع صوت صدرك عالي نفسي يا رب والله تمشي ترى عادي تقدر تنزل بطنك شوي نزل لا تنفخ صدرك. ما اقدر يا اخي هل يتسدى يزيد علي اقلط اقلط ابو رجال ما انا كان نشيد ارحب ابو مسهلا وش حالك يا مرحبا يا حالك كيف الحال طيب الله لا يهين الله يسلمك بسم الله عليك عليك يا له ما يجي شر امي ما شاء الله تبارك الله ابيك تقرا علي لا ما لا عاد قريب جعبك ارتاح 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 ايش حالكم يا ربع حالك عبد الله شلونكم طيبين شلون جماعه الحال بخير جعلكم بخير ايش حالكم تخيل الله يطول استغفر الله العظيم نعمه اليوم ايش ويجي اليوم يوم الامطار يوم الخير يوم يوم الاسبوع هذا خير هذا الحين ما قدموا لنا الوعد يوم الربوع ولا الا ها بس اليوم ايش سلامات وصالح صار الواسطه ان شاء الله يسلمك اليوم ايش ربع والله اليوم اربطي بالي بكره الاحد لا لا ما. الله اي أيوة والله بكره ما هو بالاحد يا رجال اليوم بكره الاثنين يوم رجال الله عاد لا ليلى هلوش الله الله الخير والله اللي خلص الايام اللي نعدي ليله ليله باقي والله اللي خلص البرنامج هو يجي في الختام حفله ولا كل يضرب شندن كل يضرب شنده بنده وش يسوي الحفله اللي من ذاك الليل سخرت اللي ذاك الليل سخرت لا لا ذا اللي المختصر عائلي 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 حفل عائلي ماشي ايش فيكم انتم بنشاط اليوم والله ولا تعابه رحنا مخلي حالكم ما رقدت وزين لا إيه انتم هل النبوذ رحنا صوب مطوع لهنا ويقرع لنا وين قال جايكم عين من واحد مربوع وله ضرسين هذا واحد في القوي وله كموم وثيابه دائما فيها بلعم اي له كموم تلاوح هذا في القوي معه عصا ولا ما معه الا والله معه عصا ومسكس يقول لا وظنه يقول يقول هي يقول له سكسوكت اي يقول انه يتشبب وهو عود نهاري والرجال يقول انه يحلق ويصبغ وهو دافع هو تعدي السبعين يلبس عقال لا متعدي لا قال متعدي الثمانين هو يلبس عقال لا يا رجال عاصب الراس على طول تصادق ودائما يقول عشو من قال عيش ايه عشو هذا في القعيه اعرفه ويحب الحمت الحاشي وطلي اوي هذا لا يا الربح ولا حد المسبوكه يا لا حد المسبوكه ولع يا ولع انا قال ورع يقول هم اعطيكم عين ان الله يفرقكم يا على ما يجيكم شر الا حق السكر حق السكر وينه انا باقي